اجري وجري 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 واخوتي العزاز، جري وتسمعوا اخر الاخبار، جري وتسمعوا رنايده نايده بدار السداري بكريشه. نايده شنيتي كتجر سريعه تجر، مرت عبلو تجر، العاقه تجر، زهيرو تجر، كلشي مشى دن من الشعر مشى دن ويتجارو تما كاع الدرب فاس تشوه فيهم، تشوه تشوه ديال بصح في هذاك الدرب. نايده عندهم ديال بصح اخوتي، خليكم معايا في الفيديو اتعرفوا شنو واقع. نايده كلاشات ونايده سبان ونايده تيا سيري في ستي مع فلان وانتي مشيتي مع فلان وانتي مشيتي قبل الزواج وانتي درتي. المهم نايده ديال بصح الريقاطه، الله يبين الحق ديال سعاد، الله ياخذ الحق في الظالم يا ربي، والله ينصر الحق يا ربي، الله ياخذ الحق ديال ديك الام المظلومه، ديك الام اللي تعديتو عليها مسكينه وحقرتوها. ربي غادي يفرجنا فيكم دابا. ها ها شوفوا، نقول لكم سعاد راه شريفيه ادريسيه، واللي حك عليها اللي حك عليها كتقرش فيه الشوكه. ها ما نوضوا بيناتهم الريقاطه، الريقاطة ديال بصح اخوتي ومن مصادر موثوقة. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحة والعافية، لا نتوما لا الناس نعزاز عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي عطيوني اللايكات ديالكم، كتنساو لي دوك اللايكات، كاين شي وحدين كينساو لي اللايكات، الله يرحم ليكم الوالدين. عطيوني اخوتي على اللايكات ديالكم، اللي بغى يحارب القناة يضربها يضربها، واللي كيضرب لي القناة الله يعطيه ضربة من عند الله. المهم اخوتي عطيوني اللايكات ديالكم. وقبل ما ندوز للموضوع شوفوا، غنوجه لكم واحد الرساله، ورساله في طبق من ذهب، واحد النصيحه. الله يرحم لكم والدين، اللي باقي عنده والديه يتهلا فيهم، تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم، راه ما غتعرفوا القيمه ديالهم حتى غتخسروهم، قسما بالله العلي العظيم. الى نهار اللي غتخسر الام ديالك ولا الاب ديالك، الى غتحس بواحد الحقره وواحد الاكتئاب، ما تبقاش تحمل البشر، ما تبقاش تحملو. انا وقع لي واحد المشكل دابا اخوتي، الى البشر مابقيتش كنحملو، مابقيتش كنحمل نهضر مع شي واحد، لا في التليفون لا نشوف بنادم لا حتى شي حاجه. صافي يقول لك يجيني بنادم كله خايب، كله ما مزيانش، غير ابسط الحوايج، غير كلمه كلمه قال لي شي واحد كنحس بها حقره، كنقول حقا كون كانت بزاف ديال الحوايج. لهذا وليت كان باش ما نضرش راسي انا، نبقى بعيد من بنادم اخوتي، وبنادم يعطيني الثقه ونبقى هاني مع راسي، لاني مابقيتش كنستحمل والو اللي داز عليا كثير. لذا كنصحكم الله يرحم لكم والدين، تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم، سيرتو الام 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 الام. رانا غير لا شويه يلا توفات والده ماشي بزاف، وانا بديت كنعاني، حسب الله باقا المده وباقا جايين بزاف الصعوبات، وهذه ما تبقاش اللي يوقف معاك. نتوما تهلاو في والديكم، ما حدهم حداكم، وما حدكم كتشوفوا مواتكم حداكم، واخا تبقى مريضه ومجبده حداك تهلا فيها، المهم كتشوف فيها وتقدر تقيسها وتقدر تحدث معاها وتعطيك النصيحه. يعني شي كلام انا كانت قالتو لي الوالده يلاه وقفت عليه دابا، قسما بالله العلي العظيم، الا شي كلام قالتو لي شحال هادي ويلاه كنوقف عليه دابا في الحياه ديالي، وكنتفكرها كنجلس كنفكرها كنقول قالت لي الوالده وما درتش بديك النصيحه. المهم اخوتي بلا ما نزيد عليكم، وان شاء الله كنتمنى وقيله كنظن اني الجمعه الجايه او الجمعه اللي موراها غنعاود ندير واحد الصدقه على الوالده فهاد الشعبان، يا ربي يوصلها لها بالرحمه والمغفره. وكنتمنى كاملين اخوتي الدعوه معاه في التعاليق، الله يرحم لكم الوالدين، اللي عنده انا عزيز واللي ما عندوش عزيز، هذه غير كلمه طيبه. الدعوه مع الام ديالي بالرحمه والمغفره، يا ربي ترحمها وترحم جميع موتى المسلمين، واللي عنده والديه يا ربي يا ربي، وهاد الشعبان والعواشر الله يخلي لي والدي. هذه احسن دعوه غندير معاكم، الله يخلي لكم والديكم والصحه ديالكم، لان يعني في هذا الوقت حتى واحد ما يعقل عليك، في هذا الوقت حتى شي واحد ما يعقل عليك بدون مقابل، ما كاينش شي واحد غيعقل عليك بدون مقابل. لهذا عولوا على راسكم اخوتي ووالديكم، هادشي غادي نقول لكم. وغندوزوا للموضوع ديال اليوم، اشنو واقع في الكوكوط اليوتيوبيه، واشنو واقع في دار بوكريشه من الكواليس، لان يعني مابقاش كنتفرج انا بزاف اليوتيوب اصلا من بعد راسي ليامات، ولكن كيجوني التليفونات اخوتي هذا لا، وين يجيني الخبيره خاصني ضروري نبلغها للمشاهدين ديالي العزاز. نايضه ما بين العاقه والسريعه، شي وحدين غادي نقول لي هادشي راه غير بوزي، كانت نايضه قبل ماشي ما كانتش نايضه بيناتهم قبل، كانت نايضه غير ما كيبينوش، وملي كيكون نايض صداع ما كيبينوش، وملي ما كيقول لا صداع لا والو كيبينوا لكم انه كاين صداع وكاين المشكل باش يخدموا. هذه معروفه على السريعه كدير الافلام. نقول لكم واحد القضيه السريعه، شي سعاد والله ما غادا تجاوبك، عيتي ما تبدي في سعاد باش تخدمي بها ما جاوباتكش، دزتي الولد الصيد ما جاوبكش، دزتي الحنان بانوراما، دزتي الزروالي، الخزان، القنوات كلهم سيهم فلوق كلهم جبتيهم، حتى واحد ما جاوبك في هادو. ارى اشنو ندير، ندوز للعاقه، العاقه اللي خدامه، حيت العاقه ما عندها نفس، حيت العاقه مدلوله، حيت العاقه مسخوطه. شو عاد كلمه العاقه قداش عاد غتسوق لي هادشي اللي كتقولي على انت، وهاد الفيديوهات اللي كتبارطاجي عليها. انا غنقول لكم التحليل ديالي اخوتي
ولو يكون هادشي بوز ولو يكون هادشي اتفاق متفقه هي وياها هاد الكلاشات هادي سريعه عطاتها سريعه عطاتها دقه في مقتها داكشي اللي قالته لك السريعه اليوم داك الفيديو حنا ما نقدروش نقولوا حنا ضدك كنقولوا عاقه وكنقولوا مسخوطه وكنقولوا خاصك ترجعي لامك وخاصك ولكن ما كنجرحوكش بهذا الكلام اللي حطيت عليك السريعه اليوم قسما بالله داك الكلام كيقيس القلب كيورك داك الكلام القاصح المسموم راكم عارفينه وديك الرسائل المشفره ديالو اشنو كاين المحتوى ديال داك الفيديو كان بزاف الناس ما تفرجوش فيه واحد البنت وقع عليها مشكل كان وقع عليها مشكل مابغاش تتزوج وكتقول لها واش مرات الاب اللي معها او الام ديالها كتقول لها خاصك تزوجي باش تاخذ ديك الشهاده ديال الطلاق لان ملي غتزوجي بشي راجل اول حاجه غيعايرك بها هي انك فسدتي مع راجل واحد اخر قبل منه باش تغطي على ديك الجريمه وداك المنتج اللي درتي بحال وقعتي لك شي كلاشات زعما بزاف عطاتها فهمتي سريعه كتكلاشيك بالفن سريعه في الصريح ديالها وقع مشاكل وخلافات وما يكونش هاد الطلاق مع زهير باش تخدم هي بيسرى لان ما بقاش لا فين تخدم ولا باش تخدم قنوات ما بقاوش كيجاوبوها تلاحت على الاستاذه ما القاده ما خلات في مهضره السريعه والو عطات المشاهده دازت العاقه لان العاقه ما تقشز في العين تهز في السريعه العين تتشد لها تتغرقها ان شاد عليهم حتى هي من مقرجطاهم تقول السريعه شي كلمه اتهبط السريعه شادهم منها كلهم شنيتي كما قدرتي تقفقف قدامها هذيك شنيتي اللي كتبان لكم جاي مراته وتسحب منها استحوره عايشه هميره ما كتعاوداش مع السريعه صاحبه الفقي برجيله صاحبه الفقي بومرايج خلات سيام فلوغي اخت تحيه لنا الفيديو الاخت الصادقه الاخت المحترمه الاخت اللي كتبغي الخير للجميع الله يسهل عليك اختي سيام بنات الفيديو راك عزيزه وغاليه يا غجبت الهضره وقلت كلمه الحق كما قلت لكم هاد السريعه دابا واخا تكون دايره هادشي افلام شوفوا كاين بعض القنوات اللي كيديروا البوز كيبغوا يستغلوا المشاكل ديالهم باش يديروا البوز ولكن شي حاجه اللي كتضر شي حاجه اللي كتجرح ما نقدرش انا نبدا نقولها لشي واحد واخا نكون عارف عليه شي حاجه وهي كتضر وكتجرحه واخا نعايرو ونسبو ما نقدرش نقول داك الشيء بحال تقول لها اول راجل غيجي غيقول لك فايت درتي مع شي واحد قبل منه وفعلتي وتركتي وانت درتي داك الشيء في الفساد وهذا الشيء المهم داك الفيديو كله سبان وكله طعن ما تخرجيش دابا العاقه وتقولي حقها واخا بارطاجات هي العاقه قالت لهم اكبر اساءه ليا وبارطاجيت الفيديو ديال السريعه زعما شفت اتفاق كي داير غتحطي انت فيديو غنبارطاجي انا ونكتب اساءه ليا باش يخرج القنوات يهضروا شوفي حنا هاضرين هاضرين كما هضرت السريعه كما هضرت هاضر عليكم هاضرين تحيدوا هادشي واد الفضيحه اساءه فعلا شوها فعلا كلاشاتك واحد الكلاش اللي هذه الام البديله الام البديله قالت لك الام اللي حاضناها والام اللي باغا لها مصلحتها فعلا وركتي عليها انت اللي قلتي ان خاصها شهاده الطلاق شوهتيها وزوجتيها الزواج المشوه اللي عمر شي فتاه مغربيه ما دارش بحال هذا الزواج زواج اللي ما فيهش الوالدين الاب في السجن والام مخاصمه معاها وغندير لاك بالزربه غنطلق غنتزوج واحد انا ما باغاش قالت لك حقه هاد الوثيقه خاصها باش تجي شي واحد يخطبها شي عريس تقولي حقه الفتاه بفات فيا الزواج ما تعاودش على المشكل ديالها انا اللي كنشوف اخوتي من باب المنطق انك تيا الموضوع ديالك كلشي عارفه في السوشيال ميديا الملايين المغرب كامل تفرج على الفضيحه ديالك والشوهه ديالك ما كاينش شي واحد ما عارفش انت دابا وقع لك مشكل اللي كتقولي غير شي واحد غنعطي الورقه ديال الطلاق انني فايته مزوجه ومطلقه راه عارفينك وقع لك المشكل شحال هادي زهير مشيتي فسدتي معاه ماشي ما فسدتيش معاه ولكن المشكل راه وقع لك شحال هادي بنت 12 سنه وقالوا لك راك بدي وقالوا لك راك بادية بكري بديتي بكري وناقلت الساعة قالت لك انا في الدودة يعني تلاقيتو بجوج مدودات من الاخر بلا ما واش كاين دابا شي واحد ما فهمتش واش كاين شي دمدومة غتمشي عندو غتقول لي حقا راه تزوجت وطلقت ايوا راه هاد الشهادة هاد المحاكم وهاد الضجة اللي دار السوشيال ميديا وهاد من هو المغتصب شكون هو من الفعلة على ما كنقولو حنا والسعاد عشنا هاد الهلالة كاملة واليوتيوب كامل مقلوب على العقوق والقضيه ديال زين المحارم الا كانت المهم شكون باش كل مغتصب البيدوفيل سيرت ديك العائله ديال العائله ديالكم تبارك الله مع فيها النواور فعا عنقع عم بيدوفيل عم واحد ما عندوش النفس سماته واحد هو دار في القضاء مشدود شنيتيكا عاطيه على المجامر والفيديوهات سمحت في الراجل الاهمال ديالها حتى راجل توفى الله يرحمه يا ربي واخا اعمار بيد الله ولكن باش يموت سيدي مسكين في الزنقه وبديك الحاله لا حول ولا قوه الا بالله وكتاجروا به عائله عره عائله مسخه عائله مشوهه وعائله ديال العار وديال الويله خوتي هاد العائله والله القسم ايوا السريعه كلاشي كلاشي وعطيها عطيه العاقه ربيها شوف واخا يكون داكشي بيناتكم اتفاقي ولكن كتعطيها
كتعطيها القاصح وكاين رسائل مشفرة تما. اللي شاف داك الفيديو غيفهم بزاف ديال الرسائل. ساعة كتبين ان كاين مول الفعلة وكاين وكاين وكاين، حيت كتقولها واخا غتقدمي لك وثيقة ديال الزواج راه كاين واحد قبل، فهمت؟ مابقاش حادث دابا ولا كاين واحد قبل. شوف التناقض ديال ما خوتي قالك كذاب غنسيه وفكروا. المهم اخوتي العزاز هذا هو الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج.